أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصيته، هذه الوصية موجودة إما في الكافي أو في الوسائل: الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم. الله أنعم علينا، الحمد لله، بنعم وافرة. واحد يشرك الآخر 20% من أمواله يجعلها للفقراء. هذا الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يقول لا تدفع لا تعطي، الله يقول أعطي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله محتاج فطلب مال، النبي صلى الله عليه وآله ما كان عنده شيء، فاقترض وأعطاه، اقترض وأعطاه. الثاني كان موجود فقال للنبي صلى الله عليه وآله: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، ليش تقترض؟ فبان الغضب أو التأثر في وجه النبي من هذه الكلمة، فقال رجل آخر: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. اطي، الله ميطي. احنا شفنا الأفراد الذين أعطوا الله أعطاهم، 21% يجعلها للفقراء. انت عندما تقعد على المائدة انت تأكل من طيبات الله، وتعلم اكو 100 يتيم 200 300 ايضا دا ياكلون ويدعون اليك مشارك. فشاركوهم في معايشكم 20 30 40. ما نقول ايثار كل يطيهم، هذا مو شأننا، هذا مو مقامنا، هذا مقام انما نطعمكم لوجه الله. احنا ما نقدر 20% 10%. المشاركة ربما تكون مشاركة ضئيلة. واحد يقول شنو قيمة 10%؟ تنقذ مؤمنا من الموت. الوالد حفظه الله والعم حفظه الله كلاهما نقلا لي مستقلا هذه القضية، ذكر أنه كان رجل، ذكر أنه من هو ابنه يتمرض، ابنه تمرض، رجل فقير ما عنده شيء. هذا الرجل ما أدري أنتم شايفين أو ما شايفين، إذا طفلكم أبعد الله عنهم الأمراض، إذا يتمرض ليلة من الليالي يصاب بالحمى مثلا، واحد ما يقدر ينام تلك الليل، عندما ينام الحمى الآن يمكن ينتهي إلى موت الطفل. طفل إذا صار بحمى وما عولج يمكن يموت. واحد ذيك الليلة ما يقدر ينام، قلق، كل دقيقة يقوم يقيس جبهة الطفل يشوف حارة لو مو حارة، يجيب ضماد كماد يخليه على جبهته، ما يقدر ينام إذا عنده شوية من العاطفة والإحساس. هذا الأب المسكين طفلة مرة ما عنده، ما عنده ثمن يودي إلى دكتور. شوف شنو يصير في حال هذا الأب، شنو يصير في حال هذه الأم. المرض يتفاقم يتفاقم يتفاقم. احنا الان اللي هنا موجودين الان من هؤلاء يمكن بالالوف اكو اطفال يموتون امام اعين ابائهم وامهاتهم. هذه الاهات ما تاخذنا، اهت هذا الاب ما تاخذنا، اهت هذه الام ما تاخذنا. الناس ما يعرفون اننا منعمون. ليش؟ يعرفون اكو افراد منعم، من تمكن نشارك معهم، من تمكن ندفع شيئا بسيطا لانقاذهم. هذا اه هذا الاب، اه هذه الام،
هذا الفقير ياخذ الانسان. واذا والعياذ بالله الله غضب على امتين او غضب على فردين، على كل حال عذاب الله يخيف، مو فقط في الاخره يخيف، حتى في الدنيا يخيف. المهم الطفل يبقى 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 الى ان يموت من عدم، انه افرضوا ربع دينار ما عنده، نصف دينار ما عنده يودي للطبيب. الان لازم هذا الابو ياخذ هذا الطفل يوديه للمغتسل، ما عنده ما عنده، لان هذا الرجل اللي يقوم بتجهيز الميت يحتاج الى اجره، ما عنده. فماذا يفعل؟ ياخذ هذا الطفل، اظن قالوا عمره كان حوالي عاميا مثلا او هالحدود، ياخذه ويغسله بيديه في بيته، بعدين يريد يكفنه، كفن ما عنده، فلوس كفن ما عنده، فياخذ ثياب الطفل ويشقها ويجعلها اكفانا لهذا الطفل. بعدين يريد يوديه الى المقبره، ماكو واحد يوديه الى المقبره، فياخذ الطفل على يديه يشيله هالشكل يوديه الى المقبره. يوديه للمقبره يريد يحفر قبر، ما عنده ثمن ذاك القبر وما عنده وسيله، هالشكل يبقى متحير شنو يعمل. واحد من الحفارين يشوفه يقول له فلان كان اسمه عباس القمي، الوالد كان يعرفه، العم كان يعرفه، مو شيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، لا واحد ثاني عباس القمي هذا الرجل. فد حفار يشوفه يقول له تعال انا ادفنه، يطيل يدفنه، بعدين يقول له فلان الأجرة، يقول له أنا إذا كان عندي أجرة هذا الطفل ما كان يموت، أنا ما عندي شيء، كل شيء ما عندي. المهم الحفارة يقول له هذا شنو الحشي، ما يصير. فياخذ ياخذ هذا الرجل، هذا الرجل في حالة انفعال، هو ياخذ ياخذ ذاك، ويتباسطان ويعود الرجل إلى بيته. آهت مثل هؤلاء الأفراد، متى خذ الذين لا يهتمون. جاء إلى أحد الوجهاء رجل قال له أنا محتاج، أنا ما عندي شيء. المهم فالرجل ما أدري شكك في كلامه، ما أعلم ليش، ما أطالع. ينقل ثم بعد يوم أو يومين عرف هذا الرجل أن هذا المحتاج مات في غرفته جوعا. ما إذا كان يطي دينار ما كان يموت من الجوع. يقولون جدا تأثر هذا الرجل الوجيه، وكأنه نقل أنه صمم بعد أن لا يرد أي شخص كان ولو بالاقتراب.